بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين عندنا لقاء هام جدا، دايما كل مباريات النادي الأهلي خلال هذه الفترة دايما بتبقى لقاءات هامة جدا جدا جدا، والنادي الأهلي بيواصل ضغطه على نادي الزمالك ونادي بيراميدز، لأن الناس كلها مستنية ماذا سيفعل النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت. الحمد لله 7 مباريات متتالية النادي الأهلي بيفوز فيهم جميعا وبيحصد كامل النقاط في المباريات السابقة. نتمنى إن شاء الله النهاردة تكون المباراة وتكون النقطة رقم 24 للنادي الأهلي. الحقيقة قبل ما أتكلم في أي شيء يخص هذه المباراة، أنا يمكن قلت اتكلمت مع حضراتكم امبارح وقلت لكم كلام حصل بالليل، بعض الأمور الخاصة زي ما قلت لكم بالظبط. إيه اللي حصل؟ أنا قلت لحضراتكم امبارح إن خدوا بالكم من الإشاعات اللي بتتقال خلال الفترة القادمة، كلها هتبقى إشاعات. ليه؟ لسببين. السبب الأول إن الناس كلها شايفة التفاف الجمهور أو جمهور النادي الأهلي حول مجلس إدارته، وبالتالي الناس مش مصدقة، الناس مش عمالة تقول إيه ده؟ هو في جمهور كده؟ هو في ناس بتلتف حوالين مجلس ادارتها بهذا الشكل؟ جمهور النادي الاهلي الحقيقه انا برفع له القبعه تماما، لان هو السبب الرئيسي في وقفه النادي الاهلي بهذا الشكل، سواء كمجلس اداره، سواء كلاعبين او كجهاز فني او حتى هنا في القناه. خدوا بال حضراتكم، الناس متضايقه، ناس كتيره متضايقه وناس كتيره جدا شايفه ان قناه النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت ابتدت تلم الجمهور زي ما كان قبل كده واكتر كمان، وبالتالي الناس جواها حاجة مخليها عايزة تعمل أي حاجة عشان تبوظ العلاقة ما بين الجمهور وما بين مجلس الإدارة، ما بين الجمهور وما بين قناة النادي الأهلي، ما بين الجمهور وما بين لاعيبة النادي الأهلي، ما بين الجمهور وما بين الجهاز الفني للنادي الأهلي. فأنا يعني قلت لحضراتكم الكلام ده امبارح بناء على رؤية كده الواحد شافها، حاجات بتحصل خلال الفترات اللي فاتت هي اللي هتخلينا أو هي اللي خلتنا نقول هذا الكلام. عشان كده انا دايما بقول لحضراتكم انتوا السند الاكبر في كل شيء في القناه هنا، انتوا السند الاكبر. خدوا بال حضراتكم، واي حاجه بتتعمل هي بتتعمل عشان خاطر حضراتكم وخاطر جمهور النادي الاهلي. الناس مستغربه، والله بجد الناس مستغربه، الناس مش عارفه تخش للمجلس الاداره منين، مش عارفه تخش للقناه منين، مش عارفه تخش للعيبه منين، فمش عارفين. النادي الاهلي كده وجمهوره حواليه، جمهوره هو اللي بيحمي دايما مجلس ادارته او لاعبيه او جهازه الفني او اي حاجه. احنا دايما لما بنيجي نتكلم او نيجي نتكلم مع على اي حد او حاجه تخص اي حد عمرنا ما بنغلط، عمرنا ما بنغلط، بنتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، وساعات بننتقد بالمناسبه حاجات كتيره جدا بتحصل في الوسط الرياضي، ولكن تظل العلاقات بيننا كاشخاص شخصيه. انا بعمل كده دايما، العلاقات الشخصيه دايما بفصلها عن شغلي، والعلاقات الشخصيه بتبقى حاجه وعلاقات الشغل بتبقى حاجه تانية. وبالتالي حضراتكم الكلام اللي احنا قلناه امبارح عايز حضراتكم خلال الفتره اللي جايه تبداوا بقى اكتر واكتر تلتفوا حول مجلس الاداره، تلتفوا حول فريق الكوره، لانه الناس كلها عايزه شيء واحد فقط، عايزه تهت فريق الكوره او تخبط. دايما انا بعملها لكم كده زي العمود اللي ماشي او انا واخد طريقي وماشي فيه، والناس عماله تخبط فيا من اليمين وفي الشمال عشان تطلعني بره الطريق، وده مش هيحصل. ده مش هيحصل لانه حضراتكم واقفين على اليمين وواقفين على الشمال بتحموا اللي ماشي في طريقه، بتحمي النادي الاهلي اللي ماشي في طريقه، سواء في الدوري، سواء في البطوله الافريقيه، سواء في الكاس، بتحميه بطرق مشروعة طبعا، لأن النادي الأهلي دائما ما يفكر أو لا يفكر إلا في شيء واحد فقط، هو زي ما قلت لكم زي ما بقولها لكم دايما، المصلحة العليا، مصلحة بلده ومصلحة العليا ومصلحة النادي الأهلي، هو ده اللي بيفكر في النادي الأهلي فقط، ولا بيفكر في عناد مع حد، ولا بيفكر في قلة أي حاجة مع أي حد، ولكن هو النادي الأهلي لا يفكر إلا في شيء واحد، المصلحة العليا للبلد ومصلحة وحفظ حقوق النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي اللي دايما بيحمي الإدارة. كل اللي بيحصل ده عشان خاطر حضراتكم، أو عشان خاطر حضراتكم تبعدوا عن أو التكاتف اللي الناس شايفاه، مخلي الناس كلها متغاظة، مخلي الناس كلها متضايقة. هو ليه متكاتفين الجمهور ليه كده متكاتف مع مجلس الإدارة؟ هو ليه الجمهور كده متكاتف مع قناة النادي؟ هو ليه الجمهور كده متكاتف مع اللاعبين؟ هو ليه الجمهور كده متكاتف مع الجهاز الفني؟ عايزين نخش نخبط في اي حته عشان نبعدهم عن الدوري، عشان نبعدهم عن البطوله الافريقيه، عشان نبعدهم عن الكاس.
فحضراتكم دايما الاساس في كل شيء، وحضراتكم دايما اللي بتحمونا، وحضراتكم دايما حمى النادي الاهلي. في اي اسم النادي الاهلي او مسمى النادي الاهلي حضراتكم الحمى بتاعه. فعشان كده الناس متغاظه، الناس مش عارفه تعمل ايه. والله بجد الناس مش، انا بقول لحضراتكم بناء على ناس كتيره جدا انا بقعد معاها ما بيشجعوش النادي الاهلي وبيشجعوا انديه اخرى، وبيقولوا لي انتوا عاملين كده ازاي؟ هو انتوا كده ازاي؟ هو انتوا النادي الاهلي، هو جمهور النادي الاهلي واقف ازاي كده؟ ازاي يعني ما بنلاقيش حد بيطلع يتكلم كده ولا يتكلم كده على القناه او على اللعيبه او على الجمهور او على كذا وعلى كذا؟ هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده الجمهور الحقيقي اللي واقف مع النادي الاهلي. فعشان كده انا دايما هاخد طريق واحد وهفضل ماشي في طريقي، وهو الاحترام والادب والاخلاق حتى في ردنا. وبالمناسبه انا اتعلمت كتير جدا 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 من ناس كتيره داخل النادي الاهلي، اولهم الكابتن محمود الخطيب، راجل محترم بيرد بمنتهى الاحترام وبيرد في الوقت اللي عايز يرد فيه. احنا هنسلك نفس المسلك ده، هنرد في نفس الوقت او في الوقت اللي احنا عايزين نرد فيه، وبمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الرقي، لان هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي منتهى الادب، منتهى الاحترام، منتهى الرقي. اي كلام تاني بيتقال او اي حاجه تانيه بتتقال ما بنحطهاش في دماغنا، لان الكلام ده النادي الاهلي اكبر من الكلام ده بكتير. فخدوا بال حضراتكم الفتره اللي جايه، انا بدات امبارح اقول لكم الكلام ده وبأكرر على حضراتكم هذا الكلام مره اخرى، الفتره اللي جايه هي فتره صعبه جدا كالعاده. يعني دايما النادي الاهلي، لان الناس شايفه ان النادي الاهلي ماشي كويس، المصابين راجعين، فهنبتدي بقى نخبط ازاي؟ هنقول ان فلان اتخانق مع فلان، واصل مش عارف مين بيعمل ايه، واصل مجلس الاداره ده بيعمل ايه، واللعيبه مالهم بيتخانقوا مع بعض وكذا وكذا وكذا. هتلاقوا اشاعات من هذا القبيل كتيره جدا جدا خلال الفتره اللي جايه. فعشان كده انا دايما اقول لحضراتكم انتوا الحمى الرئيسي للنادي الاهلي، انتوا الحمى الرئيسي لجمهور النادي الاهلي، هو الحمى الرئيسي لاسم النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي بقى بكل ما يحتويه، مجلس اداره، جهاز فني، لاعبين، قناة، لجان جوه النادي، برامج جوه القناة، كل حاجة حضراتكم الحمى أو الجمهور هو حمى النادي الأهلي. فعشان كده مش عايز حضراتكم تقلقوا من أي شيء، احنا هنفضل ماشيين بنفس الطريق، هنفضل ماشيين بنفس المستوى. عندنا مجلس إدارة محترم، بنكتسب احترامنا من احترام مجلس إدارته، بنكتسب احترامنا من احترام مجلس ادارتنا. نقدر نرد ونقدر نقول كلام كتير قوي قوي قوي، ولكن احنا اتعلمنا في النادي الاهلي، والحاج ربنا يديله الصحه علمني دايما، قال لي ايه؟ قال لي دايما ما تنزلش لاي مستوى، دايما ما تنزلش لاي مستوى، والدي قال لي كده. فعشان كده انا بقول لحضراتكم هنفضل ماشيين في طريقنا، الطريق احنا ماشيين فيه كده. اي حد هيجي يخبط فينا سواء من هنا او من هنا مش هنبص له، هنقول له ماشي خليك، قول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، لكن احنا مش هنرد غير في الوقت المناسب وبما يتناسب مع مبادئ النادي الاهلي ومع احترام النادي الاهلي ومع رقي النادي الاهلي. انا اسف جدا ان انا طولت مع حضراتكم في هذا الموضوع شويه، ولكن